السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فيديو اقتصادي. اهم شيء انا كنحاول انني نجيب لكم اسهل الاشياء وكتكون بواحد المقادير بسيطة. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو غنقدم لكم واحد الكيك اقتصادية كتجي هشيشة وخفيفة. كيف كتشوفوا معايا، صراحة هذا الكيك كنسن طيبها تقريبا نهار الان هلا. بالنسبة للوليدات كيبغيوها ليا بزاف، و سورتو بالنسبة للكول والكوتي كتجي زوينة. غنعطيكم ان شاء الله السر من الاسرار ديال الكيك، كيفاش كتجي هشيشه وخفيفه وكتصدق من اول تجربه بمقادير بسيطه. خليكم معايا حتى الاخر. المقادير اللي غنحتاجو الكيكه ديالنا ديال اليوم كيف كتشوفوا معايا، كيف قلت لكم مقادير بسيطه وسهله وكتكون متوفره في جميع البيوت. اول ما كنحتاجو هو كاس ديال السنيده، كاس العنبه ديال الزيت، ربع كاس ديال الماء. انا هذا هو السر ديال الكيك ديالي باش كيجي منفوخ وكيجيهش من الاسرار ديال الكيك باش كتنجح. كنضيفوا فيها واحد الربع كاس ديال الحليب. والسر الاخر هو هنا عندي في هذه المعلقه عندي واحد شويه ديال الخل، جوج بيضات، جوج خمارات، وفاني، طحين حسب الخليط. وبالنسبه للكاكاو دي انا كاكاو حلو، بامكانكم لما كانش كنديروا غير الكاكاو الاخر، هذا غير للتزيين باش كتجينا الكيك مقسومه نص ابيض ونص اسود. غنضيف ليها انا هذا الكاكاو الحلو، وغنضيف ليها المكعبات ديال الشكلاط كيعطيها واحد المذاق زوين. نبداو على بركه الله. اول شيء كندير كناخذ واحد المولينكس. انا بامكانكم تطربوا بالطراب هكا اليدوي، انا السوائل كنطربهم هنايا في المولينكس كيف غتشوفوا معايا، البيض والزيت، المهم كاع السوائل كنطربهم هنا في المولينكس. وعاد ان شاء الله كيبقاو ليا دوك النواشف غنديرهم ان شاء الله نطربهم غير بيديا. خليكم معايا ان شاء الله حتى الاخر. نبداو على بركه الله. كناخذوا جوج بيضات كيف كتشوفوا معايا، كيكونوا البيض على حساب على حراره ديال المطبخ. جوج بيضات غنضيف لهم كاس ديال سنيده، غنطربوا البيض مع سنيده مزيان حتى كيعطينا داك اللون كيجي كريمي. وعادي ان شاء الله غنضيف لهم والزيت هو الاول، بعدا الزيت، شويه الماء، عاد الحليب. هانتوما معانا، المهم نطربوا البيض. من بعد ما طربناهم مزيان كيف كتشوفوا معايا، هانتوما كدير هاد بحال الكشكوشه كيولي كريمي. غنضيف لهم الزيت، كاس العنبه الزيت، هاد ربع كاس ديال الماء كيف قلت لكم ضروري، وهاد ربع معلقه تقريبا شويه ما عمراش ديال الخل، حتى هي كيف قلت لكم من الاسرار ديال الكيك باش كتجي منفوخه وكتجي هشيشه. صافي غنطرب هاد العناصر حتى هي مزيان، ومن بعد عادي ان شاء الله ندير نكملوا مع النواشف. صافي من بعد ما طربنا هاد السوائل كيف كتشوفوا معايا كيجيو على هاد الشكل، كنطربوهم مزيان. صافي غنبدا نضيف دابا في النواشف، نضيف الفاني، فاني باش كيعطيها واحد النكهه زوينه. صافي ونبدا نضيف في الطحين، انا غنجيب غير معلقه صغيره حيت هادي عندي كبيره، زدت بها غير الطحين. ونبداو نضيفو في الطحين ديالنا كيف كتشوفوا معايا. المعلقه الاولى تقريبا انا كندير واحد 10 ولا 11 معلقه ديال طحين الفورس، هادو شوفوا خمسه. المهم كيبقى عينك ميزانك كذلك على حساب الطحين، بعد مره تيكون حراش، بعد مره تيكون حرش دغيا كي زعما دغيا كيجمع القوام ديالو، ولا كان رطب راه كيخص شويه الزيت. المهم الماكسيموم 10 11 ديال المعالق. صافي كنطربو مزيان الطحين ديالنا مع الخليط. مهم كيكه ساهله واقتصاديه كيف قلت لكم، مقادير كتكون موجوده في جميع البيوت كيف قلت لكم ديجا. صافي نخلطوا الكيك ديالنا مزيان. انا هاد الكيكه ولفتها كيبغيها ليا ولدي سورتو رضا، كيبغيها بزاف، غير هي طلع له فراسو داك اللي كتجيب لا موس شكلاط ولا مهم بالكريم باتيسيير ولا شي حاجه. هذه كتكون اقتصاديه وبخاتيك دغيا كتوجد وكتكال صراحه، حتى باش الا درتيها له في ليكول كياكلوها. المهم كنطربو كيف قلت لكم جوج ديال البيضات، اقتصاديه وسهله كتحضر دغيا كتوجد. صافي كنطربو مزيان بهاد الطراب
حتى كنشوفوا الطحين ما كيبقاش داك، وكيف شفتوا معايا ما كنخليوش الكيك كتقصاح ولا كتجي بلا تيارين، ما كتجيش قاصحه وما تجيش جاريه على هذا القوام هذا، باش كتنفخ لينا. حتى هذا سر من الاسرار ديالها، باش كتنفخ لينا وكتجينا خفيفه ومنفوخه. صافي كنخليو الخمارات هما اخر شيء. دابا نطرب مزيان هذا باش ما يبقاش حتى ما يبقاش يبان داك الطحين، ولا كيتجانس مزيان مع العناصر. صافي ونضيفو دابا الخمارات من غما موتا هما كنصفيوهم، انا نسيت ما صفيتهمش باش ما كيبقاش داك الحبيبات ديالهم هكا، كتجي ساهله في التطراب هكا ملي كنطربو يدويا كتجي ساهله، دوك الحبيبات ما كيبقاوش بحال معقدين. المهم نحاول نطربها مزيان حيت ما صفيتهاش. صافي ومن بعد غنقسمها على النص، باش النص غنخليه اسود والنص الاخر نخليه بيض ابيض، باش نكون هذاك الشكل ديال التايجر كيخلاوها ديك الكيكه العجيبه. المهم كتبدليو شويه وصافي باش ما كتبقاش تخليها هكا بيضه كامله. المهم انا غنكملها هكا في التراب مزيان باش ما يبقاش ليا داك الحبيبات باينين. صافي ونوريكم المرحله الثانيه ان شاء الله. صافي دابا من بعد ما سالينا التطراب ديال الكيك ديالنا، انا قسمتها على جوج، كنخلي داك النص اللي غنردو اسود هو اللي كثير، درتو كذلك في مولينيكس، غنضيف عليه هنايا الكاكاو باش غيعطيني غير، كنضيفو له كذلك هاد المكعبات ديال الشكلاط، هادو غير اختياريين ولا المهم على حسب الذوق، انا كيعجبوني كيعطيو مذاق زوين في هكا في الكيك ديالنا، حتى اللون غيضيف ليها اللون. المهم غنطرب دابا هاد العناصر مزيان اكريم، نطرب هاد العناصر مزيان في مولينيكس صافي، ونوريكم ان شاء الله الطريقه ديال التقديم كيفاش غنديرها في المول اللي غندخلو ان شاء الله الفران. انا قسمناها على جوج كيف كتشوف معايا، هذا هو الشكل ديال اللي درت فيها الشكلاط، كيجيو داك الحبيبات الشكلاط هكا باينين. صافي وهذا النص الابيض اللي خليت، خديت المول اللي غندخل الفران دهنته بشويه ديال الزبده. صافي وغنبدا ندير شويه هكا اسود كتشوف معايا، شويه ابيض باش كيعطيني واحد طبقات، طبقه بيضاء. المهم طريقه كتجي صراحه كيكه غزاله كيف قلت لكم ومنفوخه. صافي والطبقه الاخيره كذلك غنديرها هكا سوداء. في هاد الوقيته كنكون شعلت الفران، انا الفران عندي كاز والضو، اغلبيه كنخدمها غير ديال الغاز، ديال الغاز يلاه شعلته دابا وغندخلها كيكون يلاه بدا كيسخن شويه. صافي وندخلوها دابا، غادي نقاد هكا الجوانب مزيان ونوريكم طريقه الزين الاول باش كتجينا بحال تايجر كيف قلت لكم، واحد الكيكه اللي كتكون مزوقه من الوسط. صافي هكا باش كنشكلوها كناخذ واحد العويد، انا هنا لقيت غير لاباي صراحه، كاين كتستعمليها كشي عود ولا اي حاجه. صافي انا خد لاباي كتبقى يدي وريضه، المهم داكشي عشوائي كتكون لينا هكا. المهم الا كان العود ديال الخشب كيكون هكا كتكوني صافي المهم عشوائي وكتجي واحد الوريضه. حتى باش كطيب كيعطي هاد الديكور زوين. صافي وهادي هي الكيك ديالنا، دابا ندخلوها للفران نهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كيف كتشوفوا معايا، كيجي غزال بمقادير كيف قلت لكم بسيطه، بامكانكم تذوقوه باي حاجه لا بغيتو ولا تخليو سامبل كيف قلت لكم، واللي ما بقاش كيبغي ليا هكا شي حاجه فيها الشكلاط كيبغي هكا سامبل وكيجي زوين، حيت ديجا دايره في الخليط الوسط كيف قلت لكم الشكلاط. نقسمو قدامكم كيجي خفيف ولذيذ، واهم شيء هو انه بمقادير اقتصاديه وكيجي كيوجد في دقائق.
هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ان ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما تشوفوا معايا كيف كيجي الشكل ديالو، هشيش خفيف. وليسونسييل هو انه بمقادير بسيطه كنوجدوا كيك خفيف صافي. وهانتوما بالنسبه للناس اللي كيبغيوها كيزوقوا من الفقرة بامكانهم يضيفوا اي حاجه، ممكن تدهن غير بالكونفيتير ودير الفيرميسال ولا الكاوكاو كومكاسي ولا مهم اي حاجه عندكم توفره لوز افيلي. انا كنكتفي بهذا الكيك هكا طبيعيه خفيفه كتجي كي قلت لكم غزاله، وليسونسييل انها هشيشه كيف كتشوفوا معايا. داك الماء والحليب وديك المعلقات الخل كتعطيها واحد هكا كتخليها هشه وخفيفه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. في الاخر كنقول لكم شكرا على المشاهده، وما تبخلوش علينا بلي لايك وبكومونتير، والى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله.